اهلا اعزائي المشاهدين ارحب بكم اجمل ترحيب في حلقه جديده من برنامج ليكن نور بصلي من كل قلب انك تتبارك خلال هذه الحلقه اليوم رح نتكلم عن موضوع كتير كتير مهم هل ارث خطيه ادم انا بدعوك انك تشاهد هذه الحلقه حتى فعلا تسمع ورح تكون بركه لحياتك. هذا السؤال دائما نسال فيه هل ارث خطية ادم؟ ما هي الخطيئة الأصلية؟ هل يرث بمعنى انه فعلا ورثة؟ يعني زي ما نتكلم عن ورثة، شخص بيترك ورثة لشخص. شو تأثير هالخطية اللي احنا بنحكي عنها؟ وبنفس الوقت طبعا أكيد رح نتكلم عن العلاج في هذا الموضوع أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار بعد فترة هيك قصيرة رح الأرقام وفيك تتواصل معنا ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير أنا أعزائي المشاهدين مرة أخرى بحب أرحب في كل اللي بيشاهدونا بصلي إنه هاي الحلقة تكون مميزة اليوم في حياتك تستفيد وتتبارك منها أيضاً روحياً حديثي هل أرث خطية آدم يسرنا أن إلى برنامج ليكن نور طبعاً صديق وأخ عزيز كتير على قلبي القسيس ثابت مجلة أهلا وسهلا قسيسنا الحلو أه, اهلا وسهلا بيك قسيس نزار دايما شرف لي ان انا اكون معاك واعتقد ان الرب شرفنا احنا الاثنين ان احنا نقدر نوصل رساله ربنا وكلمه ربنا بنصلي ان تكون سبب بركه لكل مشاهد ربنا يباركك انت كنت سبب بركه كبيره لحياتي انا شخصيا وما زلت طبعا وكمان بركة لكثير من أحبائنا المشاهدين أنا بتبارك بيك نزار أنت أخ عزيز وبتعلم كثير منك حبيبي ربنا يباركك سؤال هو سؤال صعب سؤال سهل بس سؤال طبعا بتتداوله كل نظريات اللاهوت مثل ما بتعرف جسيس ثابت لكن بعيد عن نظريات الكتير إذا بسطنا الموضوع حتى نوصله لأحبائنا المشاهدين احنا بنتكلم هل ارث خطيه ادم قبل ما اسال هل ارث خطيه ادم شو هي الخطيه اللي احنا بنتكلم عنها خطيه ادم زي ما حضرتك قلت بعيد عن الفلسفات وبعيد عن النظريات اللاهوتيه احنا عندنا مرجع اساسي وبدايه لو انا مش من بالكتاب المقدس انه كل الكتاب زي ما قال الكتاب هو موحي موحى به من الله نافع للتعليم ما ينفعش أكون مسيحي ده وجهة نظري مم. يمكن حد تاني ليه وجهة نظر مم. تاني بس أنا عارف أن الكتاب ده هو الدستور الوحيد المعصوم للإيمان والأعمال وأنا بؤمن أن كل كلمة في الكتاب المقدس كلمة الله وعندنا كمان ككلمة الله أكتر من مجرد حاجة مكتوبة لأنها كلمة الله حية وفعالة ومن أعظم الأشياء أن احنا بيطلق الكتاب المقدس على المسيح نفسه ان هو كلمة الله <applause> وده بيورينا ان كل الكتاب المقدس بيحكي حاجتين مهمين جدا جدا في حياتنا بيحكي عن قصة خلق الله للانسان وسقوطه ولما سقط الانسان في فداء من خلال الرب يسوع المسيح العلاج بالعلاج فدي دي الحاجه لو انا ما امنتش بالكتاب المقدس بعيد عن كل النظريات والفلسفات مم. اللي موجوده النهارده يبقى ما ينفعش اكون مسيحي مم. وممكن اكون حاجه تانية يعني في ناس كتيره بتؤمن بفلسفات كتيره احنا بنصلي من اجل كل انسان انه يدرك ان فعلا مصدر تعليمنا الوحيد مش فلان المشهور ولا غيره، لكن مصدر تعليمنا الوحيد هو كلمه الله. وطبعا لانه مصدر تعليمنا هو الكتاب المقدس، الكتاب المقدس بيتكلم عن قصه الخلق ادم وحواء، وطبعا الله طلب منهم انه انه ياكلوا من كل شجر من كل شجر الجنه ما عدا شجره واحده. وهي الشجرة هي اللي كانت أو مش هي الـ 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 الأفعى أو إبليس اللي كان سبب سقوط آدم وحواء. وده بيقودنا إلى أن معنى الخطية يمكن احنا عارفين أنه ممكن نتكلم عن خطايا اجتماعية، خطايا دينية. الخطايا الاجتماعية هو شخص يخطئ ضد الأعراف اللي موجودة والتقاليد الاجتماعية. الخطايا الدينية شخص يكسر القواعد الدينية. لكن احنا هنا مش بنتكلم كمان على قواعد دينية احنا بنتكلم عن الله خلق الإنسان وهدف الله من خلق الإنسان أن يحيا الإنسان إلى الأبد م. أعد لي كل شيء بالضبط وبمنتهى البساطة زي ما يكون آه والدين منتظرين مولود جديد فبيعدوا له كل شيء م. فالله خلق كل شيء للإنسان وبعد كده سلطه على الأرض يمكن يساعدنا كتير واحنا بنتكلم عن معنى الخطيه ان احنا نفهم ان الله لما خلق ادم لم يخلق شخص خلق جنس عشان كده في سفر التكوين واحد ستة بيقول نعمل مش آدم كشخص لكن نعمل الإنسان على, على صورتنا كشبهنا وهنا آدم بيمثل الجنس البشري دي لا نظرية ولا فلسفة ده الكتاب المقدس جال كده ورسول بولس بيتكلم بيقارن بين آدم اللي بيمثل الجنس البشري الساقط ادم الاول ادم الاول اللي بيمثل الجنس البشري الساقط والمسيح ادم الاخير الذي يمثل الجنس البشري المفدي المخلص فهنا بيقارن بين شخصيتين فانا كمان لو انقرت تاريخيه ادم وشخصيه ادم كشخص تاريخي في التاريخ هيقودني إلى إنكار أن المسيح شخص تاريخي في التاريخ وطبعا كل التاريخ والأدلة بتؤكد أن المسيح شخص تاريخي وجد في التاريخ وآدم شخص تاريخي وجد في التاريخ فعشان كده الله إدى الآدم الوصية زي ما حضرتك ذكرت قال له من كل شجر الجنة تأكل أما شجرة معرفة الخير والشر أما الشجرة التي في وسط الجنة فلا تأكل منها فهنا واللي هي شجرة معرفة الخير والشر فهنا بنشوف ان ادم كسر وصيه الله ودي الخطيه الخطيه هي التعدي هي العصيان هو كسر وصيه الله مخالفه لوصيه الله نعم وبنشوف الكلام ده وحضرتك ذكرت آه ده ان الحيه اغوت ادم وده موجود في سفر التكوين أصح ثلاثه لما الحوار بين الشيطان متمثل م. في الحيه مع آه حواء لما آه جاء اول حاجه ودي كارثه جسيس نزار انا بتمنى ان كل مشاهد أه واتمنى من من حتى انا انا عن نفسي انا بذكر نفسي ان مش اي حد يقول اي حاجه اصدقها لانه بدا سقوط الانسان بالتشكيك في كلام الله احقا قال الله والنهارده بنشوف نظريات على فكره انا مش خايف من الناس اللي من خارج المسيحيه او خارج الكنيسه انها تهاجم الكتاب المقدس ولا العقيده لكن في حاجه اخطر اللي هم آه اللي الذئاب اللي في ثياب الحملان اللي بيجي يشككني في كلام الله م. فالمفروض احذر تماما من اي شخص يجي يشككني في كلام الله فانا هنا عندي مقارنه هل أسمع نظريه فلان ونظريه علان ولا هسمع م. كلام الله ودي كانت الكارثه اللي وجعت فيها حواء انها سمعت الشيطان <applause> وعلى فكرة الشيطان مش بيجي عشان يقول لي إن أنا هتعبك وهاخدك معايا جهنم الشيطان جاي يريحني <applause> يا عم أنت بتعاني من سلطان الله واعمل وما تعملش وكل وما أنا هريحك <applause> والنهارده في تركيز جسيس نزار نفس الطريقه حيله الشيطان ما زالت نفس الطريقه النظريه النهارده ازاي انا ابني ذاتي، ابني نفسي، ابني حياتي، ازاي اعالج نفسي مش عارف من ايه ومن ايه ومن ايه، ازاي اعتز بنفسي، م. وده فكر كارثي ضد كلمه الله اللي علمتنا ان السرور والمحبه والفرح في خدمه الاخر. ف... فهنا التركيز حتى على الانانيه وعلى ان الذات هي تكون المحور ومحور الاهتمام. المسيح أه أه اعتقد انه أه كنوع من انطهار التلاميذ في متى عشرين لما ابتدوا يتغاظوا من يوحنا ويعقوب بن زامبدي لما جت ام ام يوحنا وام يعقوب قل ان يجلس ابناي هذان الواحد عن اليمين والاخر عن اليسار في ملكوتك فالعشره لما سمعوا اغتاظوا فالمسيح قال لهم رؤساء الأمم يسدونهم والعظماء يتسلطون عليهم أما أنتم فلا يكن فيكم هكذا من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما إذا لو أنا بديت أعلم على أن تكون الذات الذات الإنسانية والذات البشرية هي محور كل شيء أنا بناقض تعليم المسيح وتعليم الكتاب المقدس عشان كده نقدر من كل ده نعرف أن الخطية هو أن أنا أعمل شيء ضد فكر الله وضد إرادة الله يعني الغرض من هذا الموضوع قسيس ثابت انه انه مثل ما ذكرت حضرتك انه اليوم في ناس عم بتشكك في شخصية ادم او في قصة الخلق وقصة سقوط ادم وفكرة الخطية فلما بتشكك في قصص العهد القديم اللي تكلم عنها العهد الجديد على فكرة ولما بتشكك في الميلاد العذراوي انه المسيح وُلد بلا خطيه لم يرث الطبيعه الخطاءه ففي خطر في خطر كبير لما بنسمع تعاليم انه ناس عم بتشكك في قصص العهد القديم وبتشكك في الميلاد العذراوي وبتشكك في المعجزات وبتبتدي تشكك في اشياء كثيره مثل المسبحه لما بتفرط حبه من المسبحه خلاص بصير حاجه ورا الثانيه تفرط فالعقيده الها اساس مهم جدا من بدايه سفر التكوين بيتكلم عن العصيان، التمرد عن الخطيه وبيتكلم بنفس الوقت عن الفداء، بيتكلم عن المسية من نسل المراه الذي سياتي في المستقبل ويسحق راس يس. الحيه، فخلينا يعني ندخل مباشره في الموضوع لسبب الوقت انه اوكي ادم اخطا، حواء اخطات ف... وخلينا تعرف ممكن أنا أقتبس الآية اللي روميا رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا الأصحاح الخامس آية 12 مكتوب من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس شو بيك الـ الـ يعني الفكرة إذ أخطأ الجميع, الجميع الجميع إذ أخطأ الجميع في آية 17 لانه ان كان بخطيه الواحد قد ملك الموت بالواحد فبالاولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمه وعطيه البر سيملكون في الحياه بالواحد يسوع المسيح فاذا كما بخطيه واحده صار الحكم الى جميع الناس للدينونه هكذا ببر واحد صارت الهبه الى جميع الناس لتبرير الحياه لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاه هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا فإذا شو بنستنتج من, من هذه الآيات اللي قرأتها على مسامع أحباء المشاهدين جسيس نظار رومية 5 وحضرتك بدأت من الآية 12 مم. هنا بيؤكد لنا حشتين هو بيقارن بين شخصيتين وبي نعم. وبيقارن بين حدثين بيقارن بين شخصية آدم الأول وبيقارن بين آدم الأخير مم. المسيح مم. والحدثين حدث الموت وحدث الحياة مم. فآدم الأول بإنسان واحد دخلت الخطيه الى العالم وبالخطيه الموت مم. يبقى هنا وده تاكيد للكلام اللي جاله الكتاب المقدس في سفر التكوين اصحاح اثنين لما الله اداله الوصيه وقال له يوم تاكل منها موتا تموت, تموت. يبقى دخلت الخطيه ونتيجة دخول الخطية الموت والموت هنا كان انفصال آدم عن الله طرد آدم من وجه الله ما فيش شركة صارت بين الله وبين مم. الله لأن الله القدوس لا يمكن أن يجتمع معا مع القاطي الحل كان موجود في تكوين 315 الوعد بأن نسل المرأة يسحق رأس الحية اللي هو الواحد اللي هو المسيح وهكذا اجتاز الموت الى جميع الع... الى جميع الناس اذ اخطا الجميع. فبالمسيح جاء الحياه الى العالم، جاء الحياه والخلاص والفداء العالم. ف... وهنا اذا انكرت حدث فانا بالتالي بنكر الثاني بن... بن... بنكر الحدث الثاني لان ايه لزوم مجيء المسيح؟ ما لزوم كفاره المسيح ان لم تكن هناك خطيه. المشكله اه فهنا انا وعشان كده انا بتكلم مع اخواتي آه المشاهدين ان خلي بالنا ممكن تبص تلاقي حاجه صغيره ويمكن تقول وايه يعني لكن الحاجه دي بتهد ده أساس أنت بتهد في أساس المسيحية إنكارنا للخطية الأصلية هو إنكارنا للكفارة حسب الآيات اللي حضرتك جريتها في روميا خمسة فبنشوف ده حاجة أكيدة ومقارنة الرسول بولس بيعملها وخلي بالنا إحنا بنجرى أولا ده الوحي الإلهي كلمة الله المقدسة م. بالإضافة أن الرسول بولس لما تكلم عن نفسه وبيتكلم عن معرفته للعهد القديم قال عن نفسه في الريسي من الفريسيين بمعنى ان الشخص ده دارس ومدقق في كلمه الله في العهد القديم وهنا بيحط لنا مقارنه رائعه بين ادم والمسيح بين الموت والحياه, والحياة بين الخطيه والفداء والعتق من الخطيه فلو انا انكرت ده فانا بانكر ده فانا هديت المسيحيه ما فيش لزوم للمسيحيه لكن م. احنا بنشوف ان الكتاب المقدس بيؤكد على هذه الحقائق وما نخليش الشيطان يرجع تاني ويشككنا في كلام الله م. طبعا احنا كمسيحيين حتى على اختلاف اختلاف العقائد في هذا الموضوع م. اللي متاثر بفكر اوغسطينوس او متاثر بفكر الارمينيانزم او الكالفن الى اخره بتعرف بحسب النظر لموضوع الخطيه الاصليه خلينا ابتدي لكن في كثير ناس تنكر الخطيه الاصليه انه الانسان لا يتورث الطبيعه الخطاءه منهم او كثير من المسلمين البعض طبعا يؤمن لكن كثير من المسلمين مثلا يرفض فكره انه الانسان مولود خاطئ او م. يعني مولود في الطبيعه الخطاءه أو الفكره جسيس نزار حضرتك ذكرت يمكن ثلاث نظريات موجودين على الساحه في القديم عملوا مقارنه بين بلاجيوس اغسطينوس والمذهب الثالث اللي سموه في القديم شبه الشبه البلاج شبه البلاجي او يعني اللي هو اللي هو واخده الفكر الارميني نفسه فهنا الثلاث نظريات دول اللي موجودين والنظريه اللي موجوده انا مش مش هتكلم عن نظريات بقدر ما اتكلم عن فكر الكتاب ايه؟ ايه النظريه اللي بتتكل اللي بتديني الفكر الكتابي؟ لان انا ما يهمنيش لان كل انسان ممكن يغلط اوغسطينوس أه رغم أن الفكر بتاعه فكر كتابي رائع لكن انا مش مش بقله لاغسطينوس ولا ولا فلان ولا لان م. احنا مش بنقله بشر لكن اغسطينوس الفكر بتاعه ركز تماما على الكتاب المقدس واغسطينوس ادانا معنى أه للفكر الفكر المسيحي الفكر م. الكتابي أه لخص الفكر ده قال ان الله اصلا الله خلق الانسان اصلا على صورته في المعرفة والقداسة مختارا خالدا اداله سلطان سلط على الخلاق يعني لما انا اقرا تلخيص لفكر اغسطينوس انا بحس ان انا لما اقرا الكتاب المقدس لانه فعلا الله خلق الانسان على صورته ده اللي بيقول الكتاب المقدس سلطه نعم. موجود ده في سفر التكوين اصح واحد ادم ترك لحريه ارادته لانه اخطا ادم اخطا الى الله باختياره حين جربه ابليس فسقط أه من الحال اللي خلقه الله عليها آدم كان في القداسة مجرد أن هو أطاع الشيطان أطاع إبليس وتعدى وسيط الله ما بقاش خلاص الخطية فصلت بينه وبين الله حل. نشأ عن معصية آدم ضياع الصورة الإلهية وفساد طبيعته كلها وعاجزه وأصبح عاجز حتى أن يكون لي شركة مع الله أصبح قابل للموت جسديا وعرضة للموت وعرضة وبنشوف كل اللي احنا فيه من من شر ده كان نتيجه لخطيئه ادم. بعد كده احنا بنشوف ادم مش بيمثل نفسه ده الكلام اللي قاله اغسطينوس بيمثل الجنس البشري وده موجود في الكتاب المقدس. الفساد ده خلاني انا كابن لادم او ممثل في ادم لان ادم بيمثل الجنس البشري بولد في الخطيه. وبنشوف كده مزمور 51 وخمسين آه النبي داود بيقول هنا ذابل بالإثم صورت وبالخطية حبلت به أمي فهنا, فهنا ضاع البر الأصلي وفسدت الطبيعة فأصبحت الطبيعة فاسدة حتى أن الرسول بولس عبر عنها بالكلام بتاعه وقال أني لما حاول أفعل الحسنى أجد الشر حاضر عندي فبنشوف لان دي طبيعه الانسان م. فسدت ده ده ملخص كلام اوستينوس م. عكس ده بلاجيوس اللي هو بيشوف ان الانسان مش بيتاثر بخطية ادم هو بس ادم كان مثل سيء لكن الانسان يقدر يتغلب على الخطيه و ودي الكارثه يقدر يتغلب على الخطيه آه ب بعمل الخير م. فاذا كان يتغلب على الخطيه بعمل الخير فما لزوم كفاره المسيح م. والفكره الحسنات يعني يذهبنا السيئات وكل ما بعمل خير كل ما أنا بقلل من هذه ال... من قوة الطبيعة القديمة بالضبط لكن الفكر الإسلامي كمان جسيس نزار رغم أن الفكر الإسلامي بيقول إن هو بينكر الخطية الأصلية لكن إحنا لو شفنا الفكر الإسلامي هنشوف أن الفكر الإسلامي بيتكلم عن عصيان آدم ويربط عصيان آدم بعصيان ذرية آدم م. فبنشوف أن الكلام ده موجود في القرآن نفسه والقرآن بيؤكد ان ذرية آدم عصت نتيجة عصيان آدم مم. فعشان كده بنشوف حتى الفكر ده في الإسلام موجود حتى إنكار لفظ الخطية الأصلية لكن مفهوم الخطية الأصلية موجودة عند آدم مم. موجودة عند الإسلام أو موجودة في القرآن لو حابب أن احنا نذكر الآيات أنا ممكن أذكر يعني. الآيات لكن لا الفكرة أنه احنا عارفين يعني الـ 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 الشيء المتعارف عصى يعني ربه فغوى او الفكره انه اخطا ادم اخطا ذريته معه الفكره اللي عاوز اصلها انه لما احنا بنقول عن خطيه ادم اللي عاوز اصل للنقطة انه احنا اخطانا في ادم بالضبط هاي الفكره لانه بالضبط ما هو يعني يمكن حد احد الاصدقاء كان بيتكلم بيقول من لا يرث خطيه ادم واحنا الميراث مش معناها ان تركه نورسها. ما هي هذا السؤال اللي كنت بدي اسأله يعني هل ارث يعني هو وفي حد ورث <applause> <applause> ورثني بركه ورثني مثلا فالكتاب ال بيتكلم عن ان احنا وارثون بر المسيح نعم هو الفكره كلها الفكره كلها بر المسيح وخلاص المسيح جاء نتيجه عصيان ادم لان ادم من الاول كان فيه البر الفكره عمل المسيح الكفاري واللي يؤمن بعمل المسيح الكفاري على الصليب هو الفكرة انه بيعيدوا الله الى الصورة اللي خلق عليها ادم عشان كده بيقول الكتاب المقدس ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة فده معنى الخليقة الجديدة فإنا اصبحت انا خليقة جديدة في المسيح خدت البر اللي انا فقدته في ادم انا خدت بر المسيح فقال اللي ما يورث خطيه ادم ما يورث بر المسيح ففكره ميراث الخطيه مش معناها ان تركه بيوزعها ادم لكن معناها ان انا موجود في مع ادم لان ادم بيمثلني انا كنت في ادم لان الله لما خلق ادم خلق الجنس البشري احد الاصدقاء على الفيسبوك وهو الجسيس كرم لامي عشان لازم اذكر لان هي قصه رائعه يمكن انا م. كنت لسه بشاركك بيها من احب اشارك بيها اصدقائنا المشاهدين الجسيس كرم لمعي قال ان بنته سالته هل من العدل اني, اني انا اورث خطيه ادم ورغم ان انا ما عملتش اللي عمله ادم فقال حكى لها قصه القصة عبارة عن العصافير والفخ يعني عندنا يمكن في مصر عندنا مش عارف في فلسطين اسرائيل كمان. وفلسطين عندكم نفس الفخ وينصب الفخ ويحط حبة غلة عشان العصافير ايوه. تيجي وتاخدها لما يجي بيمسكها الفخ فجال لبنته ان الجد عارف القصة دي بتاعت البشر ان هم بينصبوا الفخ فالجد قال لاولاده اللي هو زي الاب والام الجد بيقول لهم للوالدين من العصافير خلي بالكم وانتوا بتروحوا تلتقطوا الحبوب البشر بينصبوا لكم فخ فلما تيجي تاخد الحبه قبل ما تاخدها امسك جشه بالمنجار وحرك الحبه دي لو جفلت هتقفل على الجشه يبقى انت بقيت في امان تبعد عن الفخ لكن لو انت عملتها بالمنجار بتاعك على طول هتاخدها هيكفل عليك الفخ تلخيصا للقصه العصافير ما سمعتش كلام الجد وابتدت تاخد الحبوب من الفخ مباشره من غير ما تجرب الحكايه دي فجفل الفخ على العصفور الاول الثاني حاول يساعده في فخ تاني منصوب جفل عليه فخدهم الصياد وحطهم في قفص لانه عايشين في قفص وبياكلهم ويشربهم فباضوا ففجست البيضه بقت عصافير صغيره العصافير الصغيره كبرت عايزه تطير لكن هي موجوده في القفص هل العصافير الصغيرة أكلت من الحبة هل اشتركت في خطية والديها بالفعل لا بس الحالة اللي اتولدوا عليها هي حالة الخطية انه في القفص <applause> مش هيقدر يطير غير لما حد يفتح له القفص من بره ما يكونش عصفور العصفور مش هيعرف يفتح القفص وده نفس الفكره ان انا في الحاله اللي ولدت عليها هي حاله الخطيه اللي اخطا بيها ادم لاني انا ابن لادم ادم مم. كان بيمثلني فانا محتاج حد ما يكونش من الجنس البشري لكن يمثل الجنس البشري وده كانت فداء المسيح مم. اللي هو جه وفعلا اعتقنا من عبوديه المسيح الكتاب م. المقدس بيعلمنا وبيقول في رساله العبرانيين قد تشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو ايضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس ويعتق اولىك الذين كانوا كل حياتهم خوفا من الموت تحت العبوديه م. فاحنا بنشوف ان الهدف من مجيء المسيح ايه فانا مش هقول هل من العدل الانسان فاسد بطبيعته لو انا هتكلم عن العدل هل من العدل ان الانسان يكون في الحياه وفي الوجود اصلا ما هو الانسان موجود لان الله نفخ فيه شويه تراب الله نفخ فيهم صار ادم نفسا حيا فعشان كده انا بشوف ان الله دايما بيعمل كل شيء لخير البشريه لخير الانسان لانه هو, هو مش خالق الانسان عشان يعذبه ده خالق الانسان عشان يمشي في طريقه ويطيع ارادته وعشان كده لما الانسان سقط دبر لي الفداء الكتاب طبعا بعلمنا أنه مثل ما ذكرت حضرتك في مزمور 51 آية 5 ها أنا ذا بالإثم صورته وبالخطيئة حبلت بأمي وكمان الكتاب بيوصف يعني أنه إحنا فعلا مثل ما بيقول رسول بولس لأهل أفسس أنه إحنا أبناء المعصية وكنا بالطبيعة أبناء الغضب وحتى يعني الحماقه مرتبطه بقلب الولد ولان تصور قلب الانسان شرير منذ حدثت يعني يعني حتى قبل ما يعرف ياخذ القرار بيتكلم عن تصور عن فكر عن الحماقه المرتبطه وهكذا في ايات كثيره اللي بتعبر انه فعلا انه الانسان يعني خلاص اخذ هذه الطبيعه الخطاءه و... وعادة إحنا بنحاول نعلم الأولاد إنه يعملوا يكونوا كويسين ويعملوا شيء كويس مزبوط بالضبط لأنه بتلاقي الحماقة والأنانية وكله مرتبطة يعني بتجيب طفلين طبيعة بتلاقي الولد بشد في اللعبة إلى آخره مين اللي علمه هاي الأنانية خلاص شيء بال... يعني في الطبيعة في داخل الإنسان وموجود من البداية جسيس نزار مثلا قايين وهابيل يعني قايين بيقتل هابيل ليه يعني لا اولا لانهم لا هم بيتصارعوا على قطعه ارض لان الارض ضيق عليهم لان ده ده كان قايين وهابيل بس او هم بيتصارعوا على مال او على او على او على او في طمع معين لا لان الطبيعه الشريره جوانا احنا بنشوف كمان جسيس نزار ان رب الله لما اتكلم في سفر التكوين اصحاح سته وقال لا يدين روحي في الانسان الى الابد لزيغاني هو بشر وتكون ايامه 100 120 سنه فهنا بيتكلم كمان على أن رأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض وأن كل تصور الكلام اللي حضرتك ذكرته قبل كده وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم <applause> فهنا بيتكلم هنا عن تصور لو الإنسان يقدر يخلص نفسه بالأعمال الصالحه والكلام ده كله ما كانش هيبقى تصور قلبه شرير كل يوم ما كانش قايين قتل هابيل احداث كتيرة وحاجات كتيرة واقعية بتؤكد إن احنا مولودين بالطبيعة والحياة التانية بغضب الأحداث بتأكد كده الكتاب بيتكلم كنا بالطبيعة أبناء الغضب نعم. رسالة افسس فهنا بنشوف ان الكتاب المقدس كله وتعليم الكتاب المقدس كله بيؤكد هذا العمل بعض الناس بتعلق على ايه هو الكتاب ذكر كلمة خطية اصلية هو يعني لما انا بتكلم عن اصل الانسان، هو الكتاب ذكر كلمة اصل الانسان، فكرة الخطية الأصلية معناها بداية الخطية. امم فالخطية الأصلية مش لازم تذكر بال... باللفظ خطية الأصلية عشان أعرف أن هي خطية أصلية. يعني ابتدأت من فكر أوغسطينوس في البداية يعني عم. هاي الفكرة وتطورت هذه الفكرة، لكن الكتاب بيتكلم يعني بأشكال متعددة، يعني تصور قلب الإنسان شرير. م. القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من القلب تخرج الأفكار الشريرة بولس بيتكلم بولس الرسول إذ هم مظلمو الفكر. الفكر, يعني الفكر نفسه أظلم فأنت بتحاول تنير هذا الفكر بمعرفة يسوع المسيح طبعا بمعرفة كلمة الله وتأكيدا لكلام حضرتك مزمور 14 ليس جميع زاغوا وفسدوا وعوزوا مجد الله بيقتبس الكلام ليس من يعمل, يعمل صلاحاً, صلاحا ولا فاهم. ولا اقتبس الرسول بولس نفس الاقتباس في روميا 3 هل من فاهم هل من طالب آآ الرب؟ آآ ليس برا ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. م. في لقاء المسيح مع نيقوديموس لما جاء قال له ايها المعلم الصالح، المسيح عايز يقول له انت بتدرك ما تقول؟ انت مش انت راجل يهودي وعارف ان مفيش صالح غير الله وهنا مش انكار الصلاح عن المسيح لكن ده كده كان تاكيد لألوهية المسيح لكن هنا المسيح بيؤكد ان مفيش حد صالح غير الله ده معناه ان الانسان بالطبيعه فسد نتيجه لخطيه ادم مم. طيب يعني احنا ذكرنا كتير الخطيه وكيف ادم اخطا وكيف تورثنا لكن السؤال يعني ما هو التاثير الخطيه على الانسان. تاثير الخطيه على الانسان جسيس نزار بيؤكد الكلام ده سفر الامثال اصحاح سبعه عدد 27 لما بيقول انها طرحت كثيرين جرحى وقل قتلاها اقوياء. أقوي. ف والكلام ده احنا بنشوف مثلا كمثال على القصه دي فكره قتلاها اقوياء بنسترجع مع بعض قصه شمشون. شمشون كان نذير لله وكان فيه روح الله الله ميزه بالقوة أن يقدر يتغلب على أعدائه لكن بنشوف بخدعة صغيرة أو بضعف من شمشون ناحية دليلة بنلاقيه يعمل إيه من شمشون بيضعف ويقول لها السر اللي الله كلمه أن ما تقولوش لحد لأن ده السر القوة ويبتدي يتخلى عن عهد النذر بحلق شعره فبيضعف فبينتهي شمشون، طبعا باقي القصه ان شمشون إن انتقم في الاخر لكن الفكره هنا ان الخطيه بتبدا بحاجه صغيره و... والرسول مم. يعقوب بيتكلم عن الخطيه لما بيقول عن ان الخطيه بتبدا ب إن اذا انجذب وانخدع وإن من شهواته الشهوه اذا حبلت تلت خطيه والخطيه اذا تنتج, تنتج موتا فهنا بنشوف ان الخطيه مش بتبدا وحتى الشيطان مش هيبدا معاك م. بالحاجه الكبيره بيبتدي تفكر وبعد كده الفكر يشتغل معاك وبعد كده بيحصل تطور للفكر لغايه ما تاخد فكره الخطيه عشان كده المسيح عالج فكره الخطيه من التفكير في الخطيه وبنشوف لما بيمس بيقتبس وصيه من الوصايا العشر بيقول مثلا لا تقتل سمعت انه قيل لا تقتل فهنا بيقول لك ايه اما انا فاقول من يغضب على اخيه باطلا فهو بيمنع القتل جذر القتل هو الغضب والتفكير في القتل الكراهية اللي في القلب بالضبط لا تزني أما أنا فأقول من نظر إلى إمرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبي فهنا تأثير الخطية موجود في العالم وفي المجتمع ونقدر نشوف رسول يعقوب برضو بيتكلم حتى يمكن ده يؤكد اللي بيحصل في عالمنا النهارده الحروب واخبار الحروب لما بيتكلم عن من اين الحروب ومن اين الخصومات اليست من شهواتكم الساكنه في اعضاءكم لذاتكم الساكنه في اعضائكم فهنا بنشوف ان ده جزء بيتجزا من الانسان فوجود الخطيه في حياه كل انسان امر موجود وواضح وتاثير الخطيه على الإنسان تأثير قاتل لأنه الكتاب بيقول في سفر حسقيال أصحاح 18 النفس التي تخطئ هي تموت, تموت. وفي روميا 6 بيقول لأن أجرة الخطية هي موت وبنشوف الكلام ده يعني مات آدم وحواء روحيا وجسديا وجسديا مات لكن في البداية من, من أول ما سقط كان الموت الجسدي لاحق الله. اه كان انفصال أه. عن الله الفكره فكره انفصال عن الله انا عايز المشاهد يفكر فيها هي فكره مش سهله لان لو احنا رجعنا لتكوين اربعه وبعد ما قايين قتل هابيل انا بتصور الله ما قالش لقايين ان كل من وجدك يقتلك لكن ايه شعور قايين بعد ما قتل اخوه انفصل عن الله اترفعت حمايه الله عن قايين فشعر بالخطر لانه بعيد عن حمايه الله فالخطيه بتقودني الى البعد عن الله فانا ببعد عن حمايه الله يمكن ده بيمثلها كمان جسيس نزار في فكره الفلك الفلك ما الناس كلها كانت ممكن تدخل الفلك لانه اعتقد نوح ما الشروط للي يدخل الفلك ده دعا الكل انه يدخل الفلك لكن اللي صدق وامن ودخل الفلك دخل تحت حمايه المسيح تحت حماية الله فهنا المسيح قال إن في خطية موجودة أخطأ آدم الجنس البشري أخطأ في آدم كله في حل للخطية الحل في الخطية إن أنا أحتمي م. في دم يسوع المسيح الذي يطهرني من كل خطية م. تأثير الخطية بنشوف الغضب بنشوف الكراهية بنشوف الحقد بنشوف يعني الفساد نرجع للقصة قصة آدم أول ما أخطأ حس بعريه كان خايف بعدين نتائجها يعني لانك اكلت موتا تموت ونحن نتكلم في موت الجسدي طبعا فعليا بموت الانسان في الانفصال عن الله الموت الروحي هو الانفصال عن الله وكمان الموت الابدي يعني مش بس اذا الانسان ما تبش ورجع للرب مش بس يعني انفصال عن الله في في شيء بسموه الكتاب يسميه في سفر الرؤيا الموت الثاني الموت الثاني مش بس انفصال عن الله الموت الثاني انه الى ابد الابدين بيكون في البحيره المتقده بالنار يعني جهنم النار برضه كمان في ناس عم بيخففوا من الكلمات يعني للاسف انه في هذا موضوع جهنم النار النتيجه فعلا لانه هي خطيه ضد الله الغير محدود فعقابها غير محدود نزار يعني بشكرك انك انت ذكرت ده لاني آآ آآ النتيجه في العالم الحاضر الموت والكراهيه والغضب مكتوب دخل الموت آآ آآ وملك الموت لكن كمان. لكن الكارثه الاساسيه مش في العقاب هنا الكارثه الاساسيه زي ما حضرتك ذكرت في الموت الابدي والموت م. الابدي الكتاب قال ان البحيره المتقدة بالنار والكبريت اللي بسميه الموت الثاني اللي بسميه بالموت الثاني خلاص الت... انفصال مش بس انفصال روحي يعني انفصال عن الله بس انفصال مع عذاب كمان بالضبط لانه يعني انفصال مع عذاب عذاب لا يحتمل والكتاب بيتكلم عن نار لا تطفى ودود لا يموت الكتاب بيتكلم عن آه ان هناك يكون البكاء وصرير الاسنان فهنا بنشوف إن الكتاب بيتكلم عن عذاب فعلي موجود، مش بس عذاب مش بس عذاب نفسي ولا حالة من الحالات، لا الكتاب بيتكلم عن وجود لجهنم، وجود للنار، فهنا بنشوف الحاجة الثانية اللي أنا زي ما زي ما يمكن ذكرت من شوية على فكرة قيين إن أقصى أنواع العذاب هو إنك أنت تشعر بين المخاطر حواليك لانك انت مش في محضر الله ومش في حمايه الله فده نوع تاني من العذاب فهنا اللي انا بقوله كمان يمكن حتى يمكن الرسول بولس اتكلم عن الالم في الارض الام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا فانا اتحمل الالم هنا من اجل مجد لكن لو انا ابتديت النهارده اطلق العنان للذاتي فانا بواجه الموت الابدي والمسيح ركز على الكلام ده وحتى انه اتكلم عن ان عثرتك يدك اليوم نفقتها وهنا مش بيتكلم عن القطع الحرفي او المادي لكن هو بيتكلم عن الافضل انك انت تتالم وتتعذب في الارض اكتر من انك انت تتعذب في الموت الابدي اللي هو ملوش نهايه حضرتك ذكرت انه ده هيكون الى ابد الابدين جسيس خلينا ناخذ فاصل قصير بحب اشجع المشاهدين اذا عندك اي مداخل اي سؤال المجال مفتوح امامك ارجع بعد هذا الفاصل القصير أهلا أعزائي المشاهدين حديثنا في هذه الحلقة هل أرث خطية آدم على فكرة أنا بنصح كل مشاهد اليوم اقرأ في رسالة روميا الإصحاح الخامس وبتشوف المقارنة ويمكن هذا بيساعدك تفهم شوي عن الحديث اللي دار بينه وبين القسيس ثابت قسيس طبعا يعني احنا ممكن نتكلم عن تأثيرات الخطية وعن نتائجها سواء بالخليقة التي تئن بالإنسان في الألم اللي عم بصير في الحروب في الدمار في الهلاك بالفساد و يعني ممكن نحكي عن تأثيرات كثيرة لكن أنا عاوز العلاج وكيف ممكن أحصل عليه ونأخذ بعض المكالمات أعتقد يمكن من أشهر الآيات اللي بتتكلم عن العلاج اللي هو يوحنا ثلاثة وبنشوف يوحنا ثلاثة بيبدأ من عدد خمس من عدد هجرة من عدد 14 وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأنه هكذا أحب الله العالم على فكرة أنا هاخد كلمة أحب الله العالم و و و وأبدأ شوية من البداية خالص أحب الله العالم فخلق العالم <applause> الله حب الإنسان الله ما خلقش الإنسان عشان يبقى عدوجه <applause> الله خلق الانسان لانه احب جل الذاتي في بني ادم نعم. فهنا بيقول أح... أ... لما الإنسان فسد بالخطية ودخل الموت إلى العالم بالخطية بيقول سبب مجيء المسيح ايه برضو محبة الله للعالم اللي خلقته خلق خلاه كمان يعملوا خليقة جديدة تاني بالفداء بالمسيح لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك يبقى هنا مم. السبب من مجيء المسيح وموته على الصليب لكي لا يهلك يبقى هنا في خطيه في ادم في ادم الاول يموت الجميع في ادم الاخير في المسيح سيحيى الجميع من خلال عمل المسيح الكفاري على الصليب لان المسيح خد بدل خد 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 مكاني وخد مكان كل خاطي لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه لانه لم يرسل الله ابنه الى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم يبقى هنا وجود المسيح عشان يديني الحل لخطية ادم الذي لا يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد وهذه الدينونة أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة اكثر من النور لأن اعمالهم كانت شريرة, كانت شريرة. فهنا بنشوف الكلام ده ان اول حاجه نقدر نتكلم فيها عن الفداء وعن الكفاره مجيء المسيح وموته على الصليب عشان يخلص العالم ايات كتيرة جدا جسيس نزار موجوده في الكتاب المقدس بتؤكد على الكلام ده لما بيقول الرسول بولس في سوري الرسول بطرس في بطرس الاولى 3 18 فان المسيح ايضا تالم مره واحده من اجل الخطايا البار من اجل الاثمه لكي يقربنا الى الله. قيمه قفاره المسيح مبنيه على كونه ابن الله الازلي. او مبنيه على انه الله الظاهر في الجسد. Mm. فالله بنفسه بينزل عشان يتالم نيابه عن الجنس البشري. امين. Mm. I mean, uh... برضو بس كملحوظة سريعة قسيس اللي انت ذكرتها كمان في البداية انه طبعا يعني المسيح ولد ولادة عذراوية نؤمن بالميلاد العذراوي ان المسيح لم يتورث لم يرث الطبيعة الخطاءة من آدم فهو الكامل القدوس لم يفعل خطية لم توجد فيه خطية بعد اذنك خليني آخذ هيك مكالمة اثنين سريعة وبنرجع نستكمل حديثنا <applause> آه آه الاخ جورج من كندا اهلا وسهلا انت على الهواء جورج سوعة. سلام سلام ربي يسوع اخي نزار والاخ ثابت موضوع شيق جدا انا بس بدي اقول عن وراثه الخطيئة نحن لم نرث الخطيئة بالجسد من ادم ولكن بالطبيعه الروحيه التي تغيرت في ادم وهو معرفه الخير والشر عند معرفته للخير والشر كما ذكرنا الرب يسوع في العهد الجديد قال الكلام الذي أكلمكم به الآن صرتم تعرفون وبكلام الإنسان يتقبل آه آه المباركة آه أو التبرير أو أو يعاقب على الخطيئة أولا بدي أقول وبشكل بسيط جدا هو مهما كانت الخطيئة آه في آه لما ذكر الأخ تابت عن ال آه عن قايين آه بأنه نعاز انعزاله شعر بانعزاله آه عن الرب هو ليس بس الانعزال اخي ثابت كمان بدي اقول انه لأن الرب كما قال في الشعر من خلق ادم خلقه وزرع فيه الناموس التي الذي هو الضمير الوصايا العشر قبل ان تاتي عن طريق موسى كانت مزروعه في ادم وفي ولكنه لم يعرفها الا عندما فتحت عينيه بعد اكل الثمره او الفاكهه. الشيء اللي بدي اقوله اخي نزار انه انه الخطيئه في العهد القديم كانت كان قال الرب ان الاباء ياكلون الحصرم والاولاد يدرسون اما م. في طبيعه بعد بعد ان اتى الرب يسوع الذي هو كل شخص آآ بيدفع خطيته اخي نزار تسمعني؟ سامعك لكن من فضلك يعني انت بسرعه بسرعه اخي نزار بسرعه آه. ارجوك فعندما جاء الرب يسوع اصبحت الخطيئه مسؤول كل شخص لم يعود الأبناء مسؤولين على الاباء ولا الاباء مسؤولين على الابناء وانما كل شخص مسؤول عن نفسه والرب يسوع يسوع اعطانا الفرصه لانه حمل خطيئه البشريه كلها كما بأن ادم وطبيعه الخطيئة التي دخلت عن طريق ادم هكذا حملها ابن البشريه وابن الانسان عن العالم كله م. انا اشكرك والرب يكون شكرا معك جزيلا حبيبي. اخ جورج ربي باركك انا اسف يعني كان في بس مشكله في في الصوت إذا انت سمعت قسيس لا الصوت ضعيف كان لا باهت انا سمعتي كانت واجعه ف طيب يعني هو كرر تقريبا مره. مره. نفس الكلام اللي حكينا عنه. خليني اخذ اجرب مكالمه ان شاء الله بتكون الصوت واضح من اخونا عباس. اه اهلا وسهلا اخ عباس انت معنا على الهوا. سلام السلام عليكم يعطيك العافيه. اهلا وسهلا اخ مستمع عباس. الله والديك والديك الكريم ومنورين الشاشه الله يحفظكم اخوي طبعا شوف لا تجر واجرة واجرة أخرى في خطأ ها عن خطأ يفرق كل إنسان أخطاء تفرق عن بعض البعض نعم لا أحد يرث خطيئة أحد أنا ما أتحمل مسؤولية عيالي ولا عيالي تحمل المسؤولة اليسوع المسيح شوف اليسوع المسيح على الصلاة لم يخطئ الوحيد في البشرية نبينا اليسوع المسيح لم يخطئ الانسان دائما خطاء. بعدين انا لي سؤال اذا تكرمت يا اخوي نزار. هل ادم نبي ام انسان عادي؟ طبعا الكل هاي الغاز. لي سؤال ثاني بسال اخواني القسيسين في العالم اللي في الشرق الاوسط اللي عندنا بالخليج وهذولي لبنان وسوريا هذولي بقول لهم هل انتم اسستوا مركز اتحاد القساوسة ها في الشرق الاوسط علشان يطالبون بحقوقكم هل اسستوا عندنا في الدول الاوروبية الجنس انا اسف على الكلام الجنس الثالث اسس مركز اتحاد لهم يطالبون بحقوقهم اما القساوسة والشيعة ما عندهم هذا الشيء ليش؟ اليس من حقكم يطالبون بحقوقكم؟ اليس من حقكم لما تنظلمون وتشردون وياخذون حلالكم ويعترضون يعني على أعراضكم ان لكم جهه تدافع عنكم. هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ اللي يسوون هذا صح هذا سؤال موجه لهم كلهم اخوي حبيبي عباس لن... حبيبي يقول. عباس يعني آه الفكره تبعتك وصلت والسؤال آه وصل آه آه كمان طبعا خليني بس اقول بالسريع اخوي عباس المقارنات في الموضوع مش البشر والناس والاختلافات البشريه ولا حتى الطوائف الدينيه احنا بنتكلم عن مبدا كتابي واضح عقيده اساسيه في المسيحيه في كلمه الله انه في كلمه الله بتتكلم انه ادم اخطا وذرية آدم أخطأت يعني إحنا أخطأنا في آدم ومن ناحية تانية بتكلم أنه الحياة والخلاص بيسوع المسيح يعني المسيح لما مات على الصليب وقام إحنا متنا وقمنا مع المسيح يعني المسيح عمل هذا العمل والرصيد موجود فكل اللي علينا قسيس زي مش عارف شو نسميها عملية اكتيفيشن تشغيل او تفعيل الرصيد اللي هو عمليا المسيح قدم الخلاص قدم الفداء بس انا علي انه اشغل مثل ما ذكرت من يوحنا 3 16 لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية بالظبط يا استاذ انت حضرتك ذكرت ان القران بيتكلم بس انا اقول الاخ عباس ان الكلام ده موجود في سوره البقره 2 من عدد 35 ل 38 فيها قصه سقوط هو مدرك وزغير. يعني عباس هذا الشيء آه آه لكن كمان انا عايز اسال الاخ عباس بغض النظر عن كل ده آه بيتكلم عن الشر اللي عم بيصير آه والقتل آه والعنف والد انا لان عباس من الناس اللي هم آه آه امناء جدا في الاتصال بالبرنامج وحبيبي عباس انا بحبه له محبه وانا بحبه معبئهم عز شخصية فانا عايز اقول له حاجه سؤال واحد بس عباس ادرك قال الوحيد اللي ما اخطاش المسيح نعم فعباس لو الوحيد اللي ما اخطاش المسيح الوحيد اللي بلا خطيه المسيح وانا بتفق معاك تماما وكل الانبياء اخطاوا وليهم خطايا مذكوره م. في الكتاب المقدس ومذكوره في القران كمان فهل انت تتبع انسان خاطي ولا تتبع القدوس اللي بلا خطيه؟ هل تتبع اللي يرفع عنك الخطيه واللي يديك الخلاص ويضمن ليك الحياه الابديه ولا تتبع الشخص اللي مش ضامن لنفسه انه يروح الجنه ومش ضامن مكر الله؟ ده السؤال اللي انا نفسي اخ عباس تصلي ما تصليش لاله المسيحيه ولا اله الاسلام، قل له يا الله انت خلقتني اهديني لطريقك وخليني اسير حسب ارادتك ومشيئتك واعرف الحق. <applause> قسيس ثابت يعني اذا في بعد هيك قدامنا كم دقيقه لو حبيت تحط كل الموضوع الخطيئه الاصليه او او هل ارث خطيه ادم تحطه هيك بشكل رساله مصغره شو اللي ممكن نتعلم من هالموضوع؟ بشكل مختصر بشكل مختصر جدا جسيس نزار احنا بنشوف اني اأكد اه تاني واكد تالت وانا لا امل من التأكيد ده ان مصدر تعليمنا هو الكتاب المقدس الكتاب المقدس بيقر بحقيقة في كل اسفار الكتاب المقدس ان الانسان اخطأ في ادم ادم اخطأ اخطأ الجنس الاخطأ كان كممثل الجنس البشري فأنا بأمن تماماً إن أنا مش مش هقول لربنا هو ده عدل إن أنا تحسب عليا خطية خطأ آدم اجتاز الموت إلى الجميع بالظبط فأنا كنت في آدم لما أخطأ ده ده, 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 ده دي, دي الفكرة تحسبها وراثة ما تحسبهاش وراثة هو احنا لكن من طينة آدم بزبط. يعني احنا من طينة آدم هاي الاصطلاح المستعن آه. الطيني بالظبط وده من طينة آدم ب ب والكتاب أسف قسيس إنه الكتاب بيقول يذكر أننا تراب نحن نحن لأنك تراب والى التراب تعود, تعود. بالظبط وهنا وده بياكد عليه كلام النبي داود لما بيتكلم هنا ذا بالاسم صورته وبالخطيه حبلت بي امي ده معناه ان انا واخد الطبيعه الخاطئه اكد عليه الرسول بولس لما بيتكلم عن كنا بالطبيعه بالطبيعه م. هنا مش بالتصرف ولا بالاكتساب ولا ابناء الغضب موجود واضح جدا جدا التعليم ده لكن ده الخطيه لكن الحاجه الرائعه ان الله لم يتركنا في هذه الخطيه وما اتركناش بلا امل لان على فكره الله كان قادر انه يزيح الجنس البشري ويبيد الجنس البشري ويعيد خلق جنس بشري جديد لان الله قادر لكن لان الله احب عجبني جدا جدا القصه بتاعه الفخاري ان هو مش مش بيرمي الـ 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 الطينه اللي اللي بيشكلها لا ده بيعيد يشكلها ودي بتؤكد على مهاره بيعيد يشكلها من جديد آه كان مره ليا صديق ميكانيكي فبقول له وبشرح له الفكره دي بقول له الفكره ان الله كان يقدر يرمي زي انا مثلا لو اشتريت عربيه وتعطلت مني وصرفت عليا كتير ووجعت دماغي يا اما بيحها يا اما ارميها واشتري غيرها لكن انت كميكانيكي بتعرف تصلح العربيه تقدر تعيد من جديد خلق العربيه دي وتقدر تعملها من جديد لانك انت ماهر لكن انا جاهل ما اعرفش حاجه فالله لانه الماهر القدير بدل ما يرمي الجنس البشري هو اعاد اصلاح الجنس الجنس البشري وعاد خلقه في المسيح الخليقه الجديده وده الخبر الصار في خطيه لا خدناها من ادم كابونا واحنا كنا خ... مخطئين في ادم كجنس بشري لكن المسيح جاء عشان يرفع خطيه العالم لانه حمل الله الذي يرفع خطيه العالم عشان كده كاتب الرساله العبرانيين بيقول ايه الان نتقدم بثقه الى عرش النعمه ليه لأن المسيح بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين فتح لنا الطريق بيننا وبين الله صالح الاثنين معا زي ما بيقول الرسول في رسالة رسالة إلى أهل افسس فهنا المسيح صالحنا مع الله فأعاد لنا الشركة فأصبحنا خليقة جديدة في المسيح فالمسيح كفر عني بدم دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه فإحنا في الصليب مات المسيح نيابة عنا وبالقيامة قمنا مع المسيح من خطايانا فأصبحنا خليقة جديدة خدنا بر المسيح م. خدنا الخطية من آدم والموت خدنا البر والحياة من المسيح م. وأنا بقول آمين ثم آمين قسيس ثابت آآ يعني بدي أعطيك فرصة هيك 30-40 ثانية لو الشخص اللي عم بتفرج علينا ما بيعرف هاي الرساله شو بدك تقول له أنا عايز أقول له صلي وأطلب من ربنا وقول له يا رب افتح عينيا، ما تخلينيش أسمع لفلان ولا، خليني أسمعك أنت، خليني أعرفك أنت، افتح يا رب قلبي، اللي دي كانت متدينة، لكن الكتاب بيقول: "ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله الروح لبولس"، فاطلب من الله أنه يفتح قلبك، يفتح عينيك لترى الحق، وإحنا عندنا حق واحد قال عن نفسه: "أنا هو الطريق والحق" والحياه بغض النظر عن مين بيقول مين مشهور مين مش مشهور احنا عندنا كلمه الله التي هي اثبت اذ نفعل حسنا ان انتبهنا اليها وبعشر ثواني طبعا آه السؤال دايما طب والاطفال آه والاطفال والأطف والأطف بتموت يعني بعشر ثواني آه الاطفال اللي ب الاطفال اللي بيموت جسيس نزار الله دفع عنا ثمن الخطيه فاكيد الانسان اللي مات وهو ما بيدركش ما عندوش القرار انه يدرك يرفض المسيح او يقبل المسيح الله مش ظالم عشان يحطه في جهنم <مثل> شكرا كثير قسيس ثابت ربنا يباركك <مثل> ويبارك خدمتك ايضا اخوتي واخواتي طبعا يمكن موضوع كبير لكن حاولنا بشكل مبسط اليوم لكن الكتاب بيصف حاله الانسان حاله الانسان من البطن سميت عاصي كل تصور فكر قلب الإنسان مظلم شرير ويفعل خطية لأنه خاطئ من الأصل لكن المسيح مات على الصليب وحتى يغطيك ويكفر عن خطاياك وتنال الحياة الأبدية